يمكن احنا بقالنا فتره كده يعني الاغاني يمكن اللي احنا بنسمعها من وقت للتاني اغاني طبعا بتحقق يعني مشاهدات عاليه جدا واستماع على اليوتيوب بشكل كبير، لكن بقى اتضح ان في بعض الاغاني الاخرى والخاصه بالاطفال بتحقق يعني كميه مشاهدات غير طبيعيه وممكن توصل قرب المليار مشاهده واكتر كمان. يعني احنا عارفين مثلا من 2016 مثلا اغنيه بيبي شارك مثلا، دي اغنيه كل الاطفال بتحبها واحنا كمان برضو بقينا بنسمعها وبنرددها على طول، وما شاء الله حققت اكتر من 7 مليار مشاهده في العالم. احنا بقى دلوقتي برضو في اغنيه لطيفه جدا للاطفال يا نوران، وبرضو اغنيه فلسطينيه حلوه كده من كل يعني اخواتنا من فلسطين اتعملت اسمها هل صيصان شو حلو. يعني ايه بقى الصيصان؟ هالصيصان شو حلوين، يعني الكتاكيت باللغة الفلسطينية، الصيصان يعني الكتاكيت. أغنية لطيفة جدا، لما تسمعوها هتلاقوا إن هي قريبة جدا من الأطفال، لأنه الهدف كمان لحسام الخطيب إنه بيعمل الفيديوهات دي بشكل تعليمي كمان للأطفال، إن هو بيعمل كرتون والكرتون ده بيبقى هدفه إنه تثقيف الأطفال وتعليمهم الألوان والأشكال وأنواع الحيوانات وكلمات معينة، وبرضه نظام النوم ونظام الأكل، ونسمع كلام ماما وبابا، يعني تفاصيل كتيرة جدا حسام الخطيب من خلال الأغاني بتاعته وخلال قناته على اليوتيوب بيحاول يعلم الأطفال. تعالوا نروح نشوف جزء من الأغنية ونرجع نكمل كلام. طبعا في الآخر خالص هي الفكرة من القصة دي إن احنا يعني بنعمل شيء تثقيفي وتربوي بالنسبة للأطفال، إن احنا بنعلمهم بعض الحاجات خاصة بالألوان وخاصة كمان ببعض بقى أساليب التربية للأب وللأم، وده يمكن الشيء المهم جدا نتك عليه اليومين دول، لان كلنا واحنا صغيرين اتربينا على حاجات قرب بالشكل ده، اتربينا على حاجات يمكن اثرت فينا من واحنا صغيرين، والحمد لله يعني كان فيها يعني اشباع بشكل كبير لرغباتنا واحنا اطفال. يعني طبعا شفنا الفنانه صابرين وشفنا ابو الفصاد وشفنا غيرها من حاجات كتير جدا وكلها حاجات حلوه وحاجات يعني كان فيها نوع من انواع التوعيه. احنا دلوقتي بقى معانا من رام الله من الاشقاء بقى من فلسطين، معانا الفنان حسام الخطيب، هو الشاب الفلسطيني اللي يمكن عمل كل الشكل اللي انت شفتوه دلوقتي معانا من الاغنيه وكمان الجرافيكس. يا حسام اهلا، ازيك يا حسام، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك يا حسام؟ الحمد لله، اهلا بيكم، شكرا لكم وشكرا على المقدمه الحلوه هاي. الف الف مبروك على نجاح الاغنيه. الله يبارك فيكم، شكرا. طيب في الاول كده حسام قول لي، يعني انت كنت متوقع ان الاغنيه يعني توصل لعدد المشاهدات الرهيب ده؟ يعني هي وصلت لمليار تقريبا او اكتر كمان، هل كنت متوقع النجاح ده؟ طبعا واكيد لا، ما كنت متوقع. والغريب انه اي واحد بيعمل عمل وما بيتوقع انه ينجح وبالعاده هو اللي بينجح. طب قول لنا حسام الاول، انت يعني بتعمل ايه؟ هل انت مثلا دارس ايه؟ هل انت ليك علاقه بالاخراج مثلا، ليك علاقه بالجرافيكس، بتغني؟ يعني كلمنا برضه عن نفسك شويه. انا يعني مختص في مجال الرسوم المتحركه بشكل عام، وهذا شغفي من طفولتي، يعني مع انها هاي مش دراستي الجامعيه. وكمان للعلم انا جيت ودرست في مصر في 2003، اخذت دبلومه انيميشن في القاهره. ومن بدايتها رجعت على فلسطين، كان مجال الرسوم المتحركه شبه ميت، يعني ما في حدا اشتغل في المجال، وفتحت شركه، يعني اشتغلت شوي بعدين فتحت شركه مختصه في هذا المجال، وبدانا نتطور شوي شوي حتى وصلنا بالاخير لموضوع القناه الاطفال اللي هي اسمها كتاكيت، وكانت اول اغنيه فيها اسمها حصيصان شو حلوين. طيب يعني حسام، يمكن ناس كتير قوي بتفكر ان هي تخاطب الشباب اكتر ما تخاطب الاطفال، لانه معروف ان الشباب هم دايما اللي بيخشوا على قنوات اليوتيوب وبيعملوا سبسكريبشن لقنوات كتيره جدا، لكن فكره ان انت تعمل قناه يوتيوب للاطفال منها الهدف تثقيفي تعليمي تربوي، وكمان انت بتربط الاغاني القديمه لاحياء التراث الفلسطيني او التراث العربي وربطها بكرتون مميز جدا يشد الاطفال ويجذب انتباههم، ما خفتش من فكرة ان انت تعمل قناة لليوتيوب للاطفال وانه الموضوع ممكن ما يبقاش يحصد عدد مشاهدات كبير في الاول؟ بالضبط، هلا الموضوع هو عبارة عن مغامرة، يعني اي واحد هلا بقرر يفتح قناة يوتيوب كانت لاطفال لشباب تعليمية اي مجال فيها مغامرة وممكن تنجح وممكن لا. هلا بس احنا مشينا بالموضوع بالعكس، يعني انا قصة الاغنية الصيصان هاي لما عملناها اول مرة كانت في 2012، هذا الانيميشن موجود من 2012، حاولنا تسويقها وبيعها
وما لقينا حدا، حاولنا نجيب لها تمويل ما لقينا حدا، حاولت أبيعها بالخسارة يعني بأقل من تكلفة إنتاجها، لأنها كانت مجرد فكرة إنه ليش إحنا عم نسمع دائما كفر لأغاني عبد الحليم، عبد الوهاب، أم كلثوم، أغاني الأطفال ليش ماتت؟ للعلم هاي الأغنية من السبعينات بالتحديد إنتاج 74. فبعد محاولات يائسة جدا من بيعها وبأقل الأسعار حطيتها، حطت على قناتي الخاصة بشركة، عندنا شركة صغيرة يعني مكتب صغير في اليوتيوب. وبعد أكم من شهر أصحابي بقولوا لي كيف عندك أغنية موصلة 30 مليون مشاهدة، وأنا ما بعرف حتى ما كنت متابعها. فمن هون أجت الفكرة أنه لا خلينا نهتم في محتوى الأطفال ونهتم في هاي الأغاني، وأشتغل على مشروع إعادة الإنتاج أو إحياء نسميها، لأنه هاي الأغاني تقريبا قربت تموت الأطفال القديمة. وبدأنا من هاي الأغنية، وحاولت كمان مرة أدور على مستثمرين تعالوا نعمل لنا 10 أغاني أطفال قديمة نجددها ونشتغل قناة يوتيوب، طبعا الكل رفض. وبدأنا تقريبا بالدين بدون أي ميزانية أو تكاليف، عملنا تاني أغنية عدنا إحياءها ولقينا في إقبال عليها. فمن هون غيرت اسم القناة من اسم الشركة لقناة كتاكيت، وبدأت أحاول أنتج أغنية كل شهر أو شهرين، وبالتحديد كنا نركز على الأغاني القديمة. طبعا أنا بحكي عن تراث مش بس فلسطيني ولبناني ومصري، عربي طبعا، وأكثر شيء طبعا من تراث المصري. طب قولنا إيه اللي جاي بقى؟ يعني إحنا في أغنية الحمد لله يعني هسي صن يمكن حياة قرب المليار مشاهدة، وده قمة النجاح الحمد لله. اللي جاي إيه بقى؟ الخطوة اللي جاي إيه برضو؟ هتعيد إحياء تراثه مرة تانية؟ صراحة اختيار الأغاني القديمة مشان تعيد إنتاجها، مش كل الأغاني القديمة كانت مغرية أو كانت قوية أو كانت فيها رسائل وأهداف كنا نحبها وإحنا أطفال. يعني أنا بتذكر من طفولتي شو الأغاني اللي كنت أحبها وما كنت أحبها. بالنسبة للأغاني اللي أنا كنت أحبها، وخاصة من الأغاني المصرية اللي أنا الفرخة وإحنا الكتاكيت، أيوة، وماما زمانها جاية، أبو الفصاد علي وأبو الفصاد دي كمان جديد عملناها، هدول كانوا يشدوني. فعملنا إعادة إنتاج، إعادة توزيع، وعملنا كفر لهم، واستعملنا الرسوم المتحركة البسيطة جدا للطفل، لأنه أنت هلأ عم بتلاحظ أنه الأطفال بيفتحوا يوتيوب يتفرجوا ويسمعوا، بس ما بتلاحظ طفل بيفتح قناة أو موقع للصوت فقط. مشان هيك كنا نختار رسومات بسيطة لذهنهم مريحة لهم، وكمان نعمل أشكال أو وضعيات اللي فيها محبة، ألفة، صداقة، بعيدا عن أمور التعليم بقى اللي احنا بنحبها وبنتربى عليها. بالضبط. طيب حسام، أحب أعرف منك إيه أحلى أو أجمل رد فعل جالك سواء من الأطفال أو من أهالي الأطفال نفسه؟ هي معظم التعليقات الحلوة كانت تيجي على كل أغاني، وخاصة أغنية الاتصال. في تعليق دائما كنت أسمعه إنه أنا بشكرك لأنه ابني بيضله يبكي وما بسكت إلا عليها وبنيمه عليها. هاي مثله. التعليق الثاني إنه كل واحد بيحكي لي أنا ابني لحاله شاف الأغنية هاي 500,000 مرة ونص المشاهدات من ابني لحاله. واخر تعليق هو سلبي بس كوميدي، يعني انه احنا ازعجنا، احنا مش قادرين نسيطر لا على جوالاتنا لانه الاولاد حابين يتفرجوا على هاي الاغنيه. ما ده برضو يا حسين خلي بالك، ده يعني يحطك في مأزق. خلي بالك يعني ايه، الاطفال دلوقتي بقوا مطلعين بشكل غير طبيعي، وبقى عندهم انفتاح على العالم كله من خلال الموبايل والايباد. يعني فاهم، هو 24 ساعه قاعد مع موبايله على اليوتيوب، ويمكن الغرب نجحوا في ده، نجحوا ان هم يستقطبوا الاطفال في حتة ايه، الفيديوهات اللي هي ممكن خاصة بالجيمز شوية. تلاقي واحد بيتكلم على لعبة معينة، فتلاقي الاطفال مش بيستفيدوا حاجة غير ان هو بيشوف لعبة واحد بيتكلم عليها. طب ليه لأ ان احنا ما نعملش حاجة يستفيدوا منها زي ما انت عملت كده، وبرضو يعني تواكب شوية العصر، يعني بيبقاش برضو حاجة كرتونية قديمة وانيميشن قديم شوية، لا يبقى حاجة جديدة، حاجة فيها تكنولوجي، حاجة برضو خاصة ولمساهم في الوقت الحالي والعصر الحالي، وتديهم برضو بعض القيم والمبادئ اللي انت عايز توصلها لهم. بالضبط هذا اللي احنا بنشتغل عليه، انه طفل هيك هيك عم بيشاهد اليوتيوب، او هيك هيك ممكن الاهل يعطوه ساعات معينة يمسك الموبايل او اللابتوب يتفرج عليه،
احنا لازم نعطيه محتوى مفيد له. بعدين احنا عندنا مشكله مش عندي بس وفي كثير مكان من العالم العربي انه احنا بدنا مشاهدات بغض النظر كان المحتوى ايجابي ام سلبي. وللاسف الاطفال حتى بيميلوا للشيء السلبي اكثر من الايجابي كمشاهدات. ولكن احنا ايش نجحنا؟ احنا نجحنا في مرحله الطفوله المبكره، يعني كثير بيجيني تعليقات انه عمر ابنائهم من 3 اشهر بيشغلوا لهم صوت فقط لهي الاغنيه، بيهدوا بيسترخوا بيناموا. يعني من لحد عمر 3 او 4 سنين هذول اكثر من 80% من الاطفال اللي بتابعونا. عظيم. والحلو في الاطفال هاي اذا انت عودته من هو صغير على شيء يحبه ويكون هادف وممتع، ما في شيء فيه عنف، ما في عنصريه، ما في ضرر، اكيد بتربى عليه. طيب حسام كلمني عن فريق العمل اللي سواء اللي شغال على قناة اليوتيوب أو اللي بيشتغل على إحياء الأغاني القديمة أو عمل حتى أغاني جديدة للأطفال، هل كلهم فلسطينيين؟ هل كلهم من رام الله ولا في جنسيات أخرى مختلفة معاكم؟ إحنا تقريبا 10 أشخاص ولكن موزعين. بنشتغل بنمط القطعة، يعني في 3 أو 4 رسامين، منهم 2 في مصر، في كمان رسامين في سوريا والأردن، وطبعا هون في فلسطين. أما التحريك كله تقريبا بنعمل من عندنا في فلسطين، وفي كمان شركات الإنتاج الصوتي موجودة عندنا. والحمد لله الفريق أهم شيء أنه بحب اللي بيشتغله أكثر من أنه الأمور مالية. وهذا اللي خلاني نجح من البداية، لأنه أنا أول ما طلعت الفكرة وزي ما قلت لك ما كان معي تكلفة إنتاج أغنية واحدة، خاصة بعد ما اعتبرت أنه السيسان فشل لأنه ما قدرت أبيعها. فالفريق وقف معنا وكل واحد يشتغل بالجهد اللي هو مختص فيه وبدأنا ننتج. الحمد لله يا حسام، بالتوفيق ليك طبعا ولكل الشباب اللي معاك، وقدمت تعملوا شيء محترم وليه رسالة كمان واضحة جدا للأطفال وللمجتمع. وكمان تحياتنا ليك ولكل بقى أهلنا عندك في فلسطين وفي رام الله. شكرا جدا ليك. شكرا يا حسام. شكرا لك. شكرا جدا ليك حسام الخطيب. افكار مختلفه وجديده، عايزين بقى المزيد والمزيد طبعا من الاعمال الجميله دي الخاصه بالاطفال.